يطلب من الزملاء الجدد التقدم تباعاً أمام هيئة المحكمة لتأكيد القسم فردياً. إكرام مالك جابر، غسان أحمد الأتات، تيدي توني سلامي، لارا مهدي القتات، إكرام أحمد شاعر، بيرتا جوزيف سماحة، فادي جون أبي شبل، محمد شوقي شريم، دايزي جوزيف قصوف، جوزيف أبي رزق، زينة أحمد زياد الحريري، جيني إلي شامي، باتريسيا أنطوان بوعبود، شريهان لياس الشعار، سيما لياس الزغبي، جوال جاك أبو عبد الله، عبير إلي نخلة، جاك لياس الشلوحي، مي عزيز أبو زيد، رنا بطرس شليلة، غنى عباس ماجد، توفيق محمد أبو علي، نور منذر الحج، سما عمر سموري، دارين وليد عبد الخالق، سارة شارل الحج، ماريو ناجي عقيقي، بيرلا عبد الجردي، مروى عبد الفتاح خضر، جوان نبيل أبي زيد، سيرينا روبير سفير، ليلى موريس الخراط، والآن كلمة حضرة الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. حضرة رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب، الزميلات والزملاء، السيدات والسادة، أيها القضاة المتخرجون، ها أنتم بعد سنوات ثلاث
تتخرجون من معهد وتدخلون محراب القضاء فتودعون مرحلة وتلتزمون قضية، وها أنتم تطوون صفحات جهد وعمل وتفتحون كتاب مثابرة وعطاء وتنظرون إلى آفاق وأمنيات لتحلو معكم البدايات وتهون التحديات. وبعد، أيها القضاة المتخرجون، إن القضاء ليس بأفضل أحواله، فثقة المواطن به مهزوزة، واستقلالية السلطة القضائية موضوع مطالبات وتطلعات، وسرعة التقاضي غير مؤمنة في أحيان كثيرة، وطمأنينة القاضي وآمانه مثار هواجس وتساؤلات. من هنا فإن الجواب على هذه التحديات يكون في ممارسة استقلالية نريدها حقيقية، وفي استعادة ثقة نودها ثابتة، وفي سرعة تقاض تنبذ تسرعا، وفي طمأنينة قاض إلى يومه وغده. وهنا أود أن أذكركم بثلاثية أردتها جامعة معبرة، هي شعب، قانون، وقضاء. فالشعب مصدر السلطات، يريد قضاء يحكم باسمه وباسم القانون والحق، فلنستجب لندائه ولحناجر بحت بمطالبات محقة تنتظر من يتمم واجبات وموجبات دون خشية من عواقب أو تدخلات. لكن بالمقابل يجب أن تبقى حرية القاضي في اتخاذ قراراته مصونة بمعزل عن أي ضغوطات حتى ولو شعبية، أو تدخلات حتى ولو جماعية. وفي السياق ذاته فإنني ألتزم أمامكم وأمام المواطن والوطن باسم مجلس القضاء الأعلى بأن التشكيلات القضائية الجديدة ستعتمد معايير موضوعية أساسها مناقبية وكفاءة وإنتاجية، وذلك بعيداً وابتعاداً عن أي تدخلات من أي جهة أتت. أما أنتم فإن تراتبيتكم في المعهد هي التي ستوفر هذه المعايير. أما التنقية الذاتية فقد بدأت بإصدار الهيئة القضائية العليا للتأديب قراراً بصرف أحد القضاة من الخدمة، وهي ستتابع وصولاً وتوصلاً إلى جسم قضائي نقي ومنزه. أيها القضاة المتخرجون، ها أن ساعة العمل والتحدي قد حانت، فغوصوا علماً
ولا تغرق تأويلاً أو تفسيراً. واجهوا ظلماً ولا تنسوا متظلماً. تسلقوا طموحاً ولا تتسللوا استزلاماً. استحقوا منصباً ولا تستجدوا حظوةً. تواضعوا ولا تتكبروا تيهاً. ولا تخضعوا ولا تخضعوا إلا لصوت الضمير الذي يبقى رفيقكم الدائم والوحيد. وليكن يوم قسمكم يوم التزام أمام الشعب والضمير والحق بأن شرعية تعيينكم ستكرس بمشروعية أساسها ثقة المواطن والمتقاضي بأدائكم وبأحكامكم العادلة. إلى ذلك كله أدعوكم. أنا المنشغل بكم لا عنكم، فيتغير بعض أسماء أو تسميات أو مناصب أو مواقع لتبقى الأصالة هي الأساس. أختم بما دعوناكم دائماً إليه: كونوا قضاةً وقضاةً فقط. عشتم، عاش القضاء المستقل، عاش لبنان. ندعو القضاة الجدد لأخذ الصورة التذكارية مع هيئة المحكمة. يا استاذ، ما انا على الهوا، ما فيي اتفرج.